السماء. ازي حضرتك؟ اسوق انا بقى زي ما اتفقنا. يا امير اهلا بيك، نزلت من السما في مغامره جديده في الحنطور، عمرك شفت دلع قد كده قبل كده؟ مفيش دلع زي كده بجد، انا لسه ناطت من طياره ودخلت على الحنطور على طول. قول لي كده، اصعب لحظه عدت عليك وانت في السما كانت ايه؟ اصعب حاجه ان كنت بستعجلهم بجد، لا انا بجد انا ما حسيتش يعني نسيت كل حاجه، نسيت كل حاجه في الحياه، لو انت وانت في السما كده حاسس انك طاير. طب قول لي، اما ركبت الحنطور كده دلوقتي، اكتر حاجه لفتت نظرك ايه في الاقصر واحنا ماشيين في شوارعها وعلى الكورنيش؟ لا الدنيا رايقه جدا زي ما انت شايف، والجو جميل والناس طيبين جدا. امير قول لي، انت قلت مش اول مره تيجي الاقصر، جيت الاقصر قبل كده، عايزك تقول لي كده واحنا بنتمشى بالحنطور الجميل ده، شايف التطوير اللي حصل في الاقصر ازاي؟ دي تاني مرة وأنا اتفاجئت في حاجات كتير، الطرق الجديدة وطريق كباش، بس الدنيا رايقة زي ما هي بالظبط. طيب قول لي، بما إنك راكب الحنطور كده، تعرف يعني إيه حنطور؟ مش عارف، يعني هو يعني حصان خيل بالجو ده. هي كلمة قبطية قديمة معناها حن اللي هي أداة، وطور اللي هو حصان. اوكي، عايزك وانت راكب الحنطور توصل رساله لكل الناس عشان يجوا يشوفوا الاقصر ويشوفوا المعابد والطريق الجديد والكورنيش، هتقول لهم ايه؟ لو انتوا ما جيتوش هنا بجد لازم، وانا اعرف مصريين كتير لسه ما جوش الاقصر ولا الغردقه اصلا، فلا بجد مفيش زي مصر، مفيش، انا لفيت كتير بس مفيش حلاوه زي دي. طيب امير، انت قبل ما تطلع الطياره سجلت فويس نوت، عايزين نسمعها دلوقتي معاك ونشوف كان احساسك ايه قبل ما تطلع الطياره. تمام. يا ماما، ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ بس حبيت اقول لك ان انا متحمس جدا، ان دي تاني مره انط من طياره، بس دلوقتي انا في غردقه ورايح ان شاء الله الاقصر، وان شاء الله خليك مطمنه، الدنيا هتبقى لذيذه جدا. يلا اي لاف يو. انت ما كنتش خايف خالص قبل ما تعمل المغامره؟ انا فاجئت نفسي، انا كنت هادي جدا.